مونولوج التحول في حياة دكتور مبروك عطية كان فيديو زينبه شهير. منادى مبني على الضم في محل نصب. ايوه بس الافيه كان لا حلو. لا اله الا الله. الافيه كان حلو يا دكتور. لا وكان فتحه خير على حضرتك. طب زي بعض انت شايفه كده. أيوة انا شايف كان فتحه خير ليه؟ والله حضرتك بقيت مشهور وبقيت مطلوب بالكم مليون اللي شافوا يا زينبه. طيب فهموا منه ايه؟ ده اللي يعنيني في المقام الاول. طب ما حضرتك بقيت مطلوب وبقيت مشاهداتك اكتر وبقيت الناس تتفرج عليك اكتر. ايوه فهموا ايه يا فندم؟ ما انا معاكي تاتا تاتا. اكيد اللي تابعوك بقى فهموا كتير من كلام حضرتك ومن نصائح حضرتك ومن ارشادات حضرتك. انت عارفه كان اتصالها بخصوص ايه؟ بنتها اتجوزت وخلفت. أيوة. واتطلقت. ايوه ضربت وهم مسكوا ضربوا الواد وسرقوا العفش واشتكوه حبسوه. انت عارفه سؤالها بقى اللي خلاني اصلي ركعتين على فكره شكر بعد ما خلصت الحلقه في دريم. اسجد لله شكر ان ما قلتش كلمه. حضرتك قلت انه مسكت نفسك جامد جدا عشان ما تشتمهاش. حلال ده ولا حرام؟ يعني بالذمه بعد ما ضربناه وحبسناه وسرقنا العفش ايوه وبنسال حلال ولا حرام؟ احنا بنقول سرقنا وبنسال حلال ولا حرام. ايوه تخيلي.